انتي اتجننتي يا بت؟ عايزانا ننضف زيك؟ وما تنضفيش ليه يا اختي؟ على راسك ريشة ولا على رجلك نقش الحنة؟ لا يا حبيبتي، انا مش مرمطون زيك، انا سايبالك الكنس والمسح وانا ليا حاجات تانية. لا يا حبيبتي، كلنا ستات زي بعض يا بازوكة، وكل الستات يا اختي بتعمل نفس الحاجات، الكنس والمسح والحاجات التانية. وبعدين تعالي لي هنا بقى، انت لسه عياله وانت تشرتي علينا؟ امال لما هتوصلي لسن الياس هتعملي فينا ايه؟ انضف ايه يا حبيبتي، انا انضف واحده فيكوا هنا. نورتي يا قبله، نورتي. انضف ايه يا حريتها انت وهي؟ يا بنت انت وهي اهم حاجه في شغلتنا دي النظافه. طبعا يا قبله طبعا، هو احنا حيلتنا غير النظافه؟ النظافه حلوه مفيش كلام. خلاص كل واحدة تنظف جنبها. وانا انضف لهم ليه يا عبلة؟ ما انا انضف لنفسي بس. يا بنت النظافة من الايمان، وانا بقى بصراحة ما احبش مكان اكل عيشي ما يبقاش نظيف وزي الفل، مفهوم؟ مفهوم مفهوم طبعا. لا يا قبلة عندك حق، انتي بتقولي حاجة. اتكو داهية، نظفوا يلا نظفوا.